التهنئة يوم العيد لا بأس بها، وقد كان الصحابة رضي الله عنهم يهنئ بعضهم بعضا، وكانت التهنئة التي يتبادلون في ذلك اليوم هي تقبل الله منا ومنكم، وهذه خير كلمة تقال يوم العيد، خير كلمة يقولها المسلم يوم العيد هي هذه الكلمة التي كان يقولها الصحابة، تقبل الله منا ومنكم، وهي مناسبة تمام المناسبة لذلك اليوم، لأن المسلمين فرغوا من أداء الصيام وأداء القيام وأداء الطاعات وقراءة القرآن والصدقات، فيرجون الله تبارك وتعالى أن يتقبل منهم، ولهذا يشرع للمسلم أن يهنئ أخاه في ذلك اليوم بهذه الكلمات الطيبات التي كان يتبادلها الصحابة الكرام.